احنا نزلنا من المقر انا متذكر بحوالي 4000 ورقه رجعنا المقر يوميها ب 11000 ورقه موقعه من قلب ميدان التحرير من الناس اللي ماشيه. بس بدات اهو في نجاح، بدانا ردود الافعال. طيب كنا نعلن عن الفعاليات، احنا دي فعاليات تمرد الرسمية، نعم، لكن في نفس الوقت بيقول الناس اللي عايز يعمل يعمل. نعم. نتفاجئ انه جايلنا الصور على الصفحة، فعالية مثلا احنا اعلننا فعالية في الهرم، في فعالية في المعادي في نفس التوقيت، نعم، شباب عملوها لا نعرفهم ولا يعرفونا، نعم، في فعالية تانية في التحرير، في فعالية في شبرا، في فعالية في كل حركة في مصر، وبعتوا لنا صور. ثلاثة لما نقلنا بقى المقر اللي حضرتك بتقول عليه في شارع معروف، انا مش هنسى اليوم ده. انا عايز اقول لك ان هذا اليوم وهذا الشخص خلاني بقيت متأكد 100% ان شاء الله احنا ناجحين. نعم. ايه بقى؟ احنا قاعدين في المقر لقيت راجل جاي مواطن مصري بسيط جدا داخل، سلام عليكم سلام عليكم وبركاته، جايب معاه 3 استمارات يا استاذ احمد. قال دي استمارتي واستماره مراتي واستماره بنتي. احنا الثلاثه. انت منين يا حاج؟ قال من امبابه. امبابه. من امبابه. وانا ما رضيتش اديها لحد هناك، خفت للاخوان يضحكوا عليا وياخدوها يقطعوها. فقلت اجي اسلمها لكم بنفسي. شغال ايه يا حاج؟ عنده محل بيصلح احذيه. وقال انا جاي عشان البلد دي ما تضيعش. انا جاي عشان انا شايف ان الناس دي ما ينفعش تحكم البلد دي. هم دول. وانا بقول لكم ان ناس كتير قوي معاكم بس مش عارفين يوصلوا لكم ازاي. هم دول. وده بقى تكرر دول. الاقي من سوهاج نازل شباب جايين معاهم الاف الاستمارات، شباب منهم كانوا طلبه في الجامعه في ثالثه وفي رابعه كليه، وشباب لسه متخرج من الجامعه، حصل خناقات وقتها عندنا في الجامعه، وجايين خايفين يدوها لحد هناك لما توصلناش. فالشاب يطمن. بيركب قطر وجاي لحد هنا عشان يسلمك الاستماره. كانت هذه الحاله فجاه كده، انه مفيش شارع في مصر، حاره في مصر، كفر في مصر، نجع في مصر ما فيهوش حد يقال ان هذا الشخص مسؤول حمل التمرد، حتى لو احنا ما نعرفوش. يجمع استمارات تمرد. متذكر مثلا انه كنا في بداية الحملة عندنا ازمة في عدد التوقع في الاستمارات. الاستمارات. نصور. عايزين استمارات. عايزين نصور. فنانة شريهان الجميلة لقيناها بتتصل بيا وقالت انا هطبع لكم 600,000 استمارة. وفعلا طبعتهم. وفيما بعد تبرعت كمان بديتنا مقر لفترة مؤقتة عشان قطر يبقى الموقع اللي بنصدر منه. هنا برضو كان قريب مننا في شارع معروف. عظيم. مواطنين مصريين يدخلوا بقى في حلقات على الهواء. فلاقيهم داخلين انا بتبرع بمليون استمارة وانا ناس عاديين الاقيهم. يعني انا كنت في فعالية الهرم فاكر ست مصرية بسيطة. التاني او التالتة. التاني فعالية. تاني فعالية. ست مصرية بسيطة لقيتها جاية قالت لي انا صورت 100 ورقة. وقعت 23 من جيراني وزمايلي. والباقي خدوه فاضه عشان انتوا اللي تنجوا. دي كانت الحاله اللي المصريين عايشينها في هذا التوقيت. اجماع تقريبا، شبه اجماع تقريبا من كل طوائف الشعب المصري ومن كل المصريين، نحن نرفض هذه الجماعه، لن تحكمنا هذه الجماعه ولن تستمر في حكم مصر. لم نتوقع النزول ده بكثافه، ولا كنا متوقعين الرقم ده؟ هنعدي 22 مليون استمارة، هينزل 22، ولكن لقينا العدد اكتر من 22، 30 او 33 مليون. بالظبط. محدش كان متوقع. انتوا في اليوم ده كنتوا بتعملوا بصراحة؟ كنتوا قاعدين فين؟ بص نزلتوا قاعدين بتتابعوا في المقر؟ قاعدين احنا رحنا حضرتك عارف انه من بعد حريق المقر وانا على المستوى الشخصي مثلا كان عليكم تهديدات، كان في استهداف بانه بعيدا بقى عن التشويه المعنوي اللي حصل الكبير، لكن بشكل واضح انا كان عندي 4 قضايا. قضيه قلب نظام حكم 2، وواحده اهانه رئيس الجمهوريه، وواحده بس ارقام كاذبه من شانها اثاره البلبله، اللي هو اعدام يعني، اللي هو يعني برائتها اعدام يعني. فجينا قبليها قررنا انه يبقى المجموعه الرئيسيه انا وحسن ومحمد في مقر غرفه عمليات. غرفه العمليات دي تبرع لينا بيها احد الاحزاب المصريه مشكورا. كانت في مدينة نصر. فكنا موجودين في مقر الغرفة وبيتين. انا الصبح كان عندي حلقة تلفزيونية. الساعة كانت 11 الصبح يوم 30. يوم 30. انا ماشي في الشارع وبالعربية رايح في الطريق من مدينة نصر لمدينة الانتاج الاعلامي ودماغي شغالة. هل المصريين هينزلوا؟ هل هيحصل؟ هل اللي وقعوا معانا على الاستمارات، احنا كنا 22 مليون، انا عايز بس قلت يا ربي لو 20% ينزلوا 4 مليون يبقى رقم ضخم. كل ده الافكار في دماغك. لكن تفائلت جدا جدا اثناء العوده يا استاذ. انا راجع كانت الساعه 1:30 تقريبا من المدينه. لو حضرتك تتذكر احنا قلنا اللي مش هيقدر ينزل هات كنبه علم وعلم مصر وعلم وقعد تحت بيتك. وقعد تحت بيتك. صح. اقسم بالله يا استاذ احمد انا لقيت الناس من 1:30 حاطين كنبه وقاعدين تحت قاعدين تحت البيت وانا ماشي في الشارع. قلت خلاص. قلت خلاص بدايه. لا كده في حاله في روح. طيب اتنين، عايز حضرتك ترجع معايا واحنا طلعنا مع بعض يوميها واتكلمت عن خريطه المظاهرات.
مظبوط، هتطلع من المكان الفلاني والتجمع كذا كذا كذا. كان ميعاد التجمع يبدا 4، ثم التحرك الى ميدان التحرير يبدا في اتجاه ميدان التحرير على 5. الساعة 3 الميدان كان مليان. يعني الساعة 3 اصلا مفيش مكان انك تدخل ميدان التحرير ولا الاتحادية.